فتاريخنا المشترك ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية يحتم علينا كمسؤولين في كلا البلدين أن نعمل سويا لتسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة وتزعزع استقرارها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدة على توفير الآليات السياسية والدبلوماسية والأمنية للانخراط في مساعي سلمية تعود بالفائدة على شعوب المنطقة وتمكنها من التطور والرقي. وهذا ما يتماشى مع مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية المسايرة للمواثيق الدولية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والقائمة أساساً على سياسة حسن الجوار والتركيز على التعاون متعدد الأبعاد لتطوير الشعوب ودعم حقها في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسوية سلمية للنزاعات.